أصحاب السبت على شاطئ البحر الأحمر في قرية يقال لها أيلة. سواء يم دنو يم سبتي قصر سرون فنين. على شاطئ البحر الأحمر شتي فوتو بحر الأحمر في قرية بلدية لا يقال لها شرقلتين أيلة بين مدين والطور كتي مدينة طورة كدانا. كان يقيم جماعة من بني إسرائيل جمالا كان يقيم جماعة من بني إسرائيل جمال بنو إسرائيل سرا كنداتين داسونا قد خالفوا أمر الله تعالى لمر ألا إذا خلف سنة فجاءتهم ففاجأتهم سندر بترلن برلن إشي نقمته أذو كمن دي على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة كلن جاي كوا أمري ألا إذا خلف تنزاي سون أذو سير برلن كيرو. وكان من خبرهم خبر ذن أن بني إسرائيل سيبنوا إسرائيل قالوا لموسى حين أمرهم بالجمعة وأخبرهم بفضلها زما يم زما يدي سنديرو كلان سيرو منازل سيرو فضل دون زما يدا جوزونا يا موسى ده كيف تأمرنا بالجمعة أين عندي زما رجلا سمين وتفضلها على الأيام والسبت يم ما قد سرنا كم زو كوزنا رشاف دلامين كرو السبت أفضل الأيام كلها شي اي ما ينقلو سما صويم سبدا شما قد خلق الله سبحانه السماوات والارض والاقوات في ستة ايام كما دي سميع تشديا سما صور كو اركين اركون وخشع له كل شيء ابيسو شر ريونو وسكن مطيعا اي سوكد كتي على رتمالا يوم السبت يم سبدا اي سوكد كون على رتمالا اتري يم سبدا دا اي رو سكي يم زمار يم سبدا دا كون رفضلاني. وكان اخر ستة فلما أبى اليهود يا يهود علي وارد إلا لزوم السبت يم سد لازم تبصرها. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام كمان دي نبي موسى رواه سر أن دعهم والسبت أن دعهم كل سن يا والسبت يم سد لا يعملون فيه شيء لا يعملون فيه شيء أبتمس يم سد شلون سليم كما قالوا وحرم عليهم سير حرمتي في السبت يمسب دار صيد الحيتان وأكلها بني برانم كمبونزا حرمتي. فكان والج من ابتلاء الله تعالى لأهل تلك القرية أم بلا شمال يدا علي رزب تنزل رزب تنزل واختبارهم إياهم واختباره إياهم سندير رزب تنزل أن كانت الحيتان بنيار تخرج الصليين يوم السبت يمسب دار ظاهرة فيتفرك على سطح الماء كلانجين في كل مكان ندرسو ندرسو بني صليين سمينة بني كرة كرة تلعب بسكدين. فإذا ذهب يوم السبت يمسد دار لجا ذهبت لجن بني الذين فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا بني كرة يسرين با بني جنا يسرين با بني جنا ولا بني كرة صغير كمان دي واسأل قل لنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما طال عليهم الزمان داري زمان سنجرو كرونو واشتد زمان كرونو واشتدت على واشتدت شهوتهم من غردا تشالميون لأكل لحم الحيتان دابنيكم بودرو تورو من غردا انطلق رجل منهم داي كم فالسرن زان لزه يوم السبت يمسد سرا أشر من لزه فأخذ حوتا بني ستا وربطه بخيط شاد جلا سير ثم وضعه في الماء سرنجي شاكلنا وأوتر له في الساحل وتدا فأوثقه شاد أو لا شان دبس حتى إذا كان يوم الأحد يملا دا درو الجا فأخذه شاكو جين سدا يقول ليونو ثم انطلق به دا ليونو شا بني دا قزل فشواه بني دا كايز وأكله جو بني دا جورو. فلما وجد أهل القرية ريح الحيتان بني كي كلا بني فانجرا يا وعلموا انه هذا صنيع الرجل كم مدي او كنت زنا انه هذا يا ففعل بعضهم كما فعل ام لا دا يوصلنا الى تشدو سيل دا بني دا سدان دبس يا دا اذا وجاب ذا اذا فانزن فينتين ذلك سرا زمنا طويلا زمانا طويلا زمن كرورا كيرا تشدو وتتابعوا عليه جشاشة حتى صاروا حتى صادوا الحيتان بني دا برادا بني دا شتا
علانية في تبرك وباعوها بالأسواق حتى إذا كسر أنسى بني داس لديك شلورو فنهتهم عن ذلك أترو سنديا أدك سيادب كرا جمال أي طائفة من بقيت من بقيتهم أم قب سنة لا أنزا سريم دي أو ديونا الككل قيدي سنديا دب كرا كانوا قد امتنعوا سنديا دب تنع عن صيد الحيتان يوم السبت يم سبدا ربني براترو سنديا دب تنع وأنكروا عليهم وادا قائلين سندرو قلت مالا ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون على رينو دي سن ونهوهم سندير دب كدا عما كانوا يصنعون او سندير كلان سندير دب كدا وربني رساتيرو وقال طائفة اخرى جمال ايدا لما تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لما وقال طائفة اخرى ام لا يدا لما تأكل الحيتان قمر البني لا تر بومين ولم تنهى القوم عما صنعوا ام صديا او سندر دمنمي أريد وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فأجابهم الذين نهوا قالوا أمس ندب زنم دي زاب كذا قلت مالا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي نحن ننهاهم أن ندب منين حتى نعذر عند الله تعالى حتى نرؤذرتنا كمالا بأن نهيناهم سنديادة بكي عن المنكر أو دبيرو سنديادة منينا ولعلهم يتوبون وني سنديادة تبسا على رولتين ويرجعون لصواب دي والكاكدرو سنديادة والتين يتقون عذاب الله وسخطه قرأت علي أذاو كمايا قرأت علي درو الرذين كذين فلما أقام المعتدون على عملهم أمكلاً يقوم دي كندن ذاك لان دسانا دشاء ولم يلتفتوا لنصح الناصحين نسيها نسيهاتو ما سيديرو كلكتا مصري وعتوا عن أمر الله لما رأى ذلك لنجي قادة قوزانا لوكتن أنزل الله عذابه كما يعذاب ذات شاء على الطائفة المعتدية كاربكا دونو كلنجي كوما دي كلن كما دي كلن ذات عذاب شاء أبي عذاب بأن مسخهم قلدا كما دي سنديا بولي منغرو كلكم صاغرين أوسكتا لها أذناب نقولين ذا سوا بعدما كانوا رجالا ونساء نقاوكم غا كموار وزنين ثم هلكوا ديسن دي يادا بعد ثلاثة أيام نقاوكا ويكينسن دي سمسوا يادا وما كان لهم نسل كسيدا فالمبارسن دي يادا كمان دي يقول جن فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.